ستار اكسبريس. مرحبا بكم. اليوم تلعبوا الزوز مقابلات متبقية من الجولة الأولى من البطولة. في المجموعة الأولى الترجي روح بثلاث نقاط من ملعب علي الأحوار بحمام سوسة بعد الفوز على الأمل بنتيجة 1-0. هدف الترجي سجله فاروق الميموني في دقيقة 37، والمباراة شهدت إقصاء متوسط ميدان أمل حمام سوسة حسين الشايب في دقيقة 83. الترتيب النهائي في المجموعة الأولى بعد استيفاء كل مباريات المرحلة الذهاب بالنسبة للترجي القروح في المركز الأول ب 16 نقطة، نادي صفاقس الثاني 13 نقطة، اتحاد بن قردان ثالث الترتيب ب 11 نقطة، نادي البنزرتي واتحاد طاوين وبعضهم في المركز الرابع ب 10 نقاط، أمل حمام سوسة السادس 8 نقاط، نجم المتلوي السابع ب 6 نقاط، ونادي حمنال في المركز الأخير ب 4 نقاط. في المجموعة الثانية مستقبل سليمان والنجم الساحلي تعادلوا 0-0، هو تعادل الثالث في ثالث مباراة مع المدرب روجيه لومير. الترتيب النهائي بعد مباريات الذهاب في المجموعة الثانية، الاتحاد المنستيري واصل في الصدارة 17 نقطة، نادي الافريقي الثاني 12 نقطة، مستقبل الجيش العاشر بثالث ب10 نقاط، المركز الرابع الهلال الشاب 8 نقاط، مركز خامس في 3 فرق الأولمبي البيجي مستقبل السيمان ونجم الساحلي عندهم 7 نقاط، والمركز الأخير لترجي الجيس ب4 نقاط. لاعبين النادي الصفاقسي عملوا اليوم أول حصة تدريبية لهم في كينيا استعدادا لمواجهة نهار الأحد ضد توسكر في ذهاب الدور الثاني مكرر مسابقة كأس الكأس. لاعبين المنتخب الوطني كملوا تحضيراتهم وعملوا اليوم آخر حصة تدريبية لهم في تونس قبل التحول غدوة للدوحة. تمارين اليوم عرفت تنظيم حنبع المجبري. من جهة أخرى ياسين الشيخاوي تعرض الإصابة اليوم مع فريق النجم الساحلي مباراة النجم ومستقبل سليمان وخلته يخرج على بكري ما كملش المباراة، لكن الإصابة مش خطيرة لاباس، جست حس أوجاع في الشوفي. الإطار الطبي مع الملاعب يتفقوا كونه يخرج باش ما تطورش الإصابة، فقط نهارين راحة والثابت والأكيد أنه كونه شيخاوي باش يكون موجود مع المنتخب في كأس العرب فيفا. المقابلات اليوم وأبرزها في الأوروبا ليج الجولة الخامسة من دور المجموعات مع السبعة غربوع بيتيس يواجه فرنس باروش فريق عيسى العيدودي، جالاتا سراي يواجه الوام مع التسعة بروند بيفر الدنماركي، فريق أنيس بن سليمان يواجه أولمبيك ليون، موناكو يلعب ضد ريال سوسيدا. كانت هذه ثلاث نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فابونيت.